بتحية الإسلام يبدأ. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم أصدقائي مرة أخرى في حلقة جديدة من برنامجكم الرمضاني تيجان النور، المسابقة العالمية لتلاوة القرآن الكريم في نسختها 8 على التوالي. وما زلنا معكم مستمرين خلال هذه الأيام المباركة في شهر رمضان الكريم، نقدم لكم المزيد من الأصوات الرائعة القارئة والمرتلة لآيات الذكر الحكيم. ومن فضل الله سبحانه وتعالى مشاهدينا الكرام أن يجمعنا بكم في برنامج تيجان النور لنستمع يوميا إلى تلاوة المتسابقين في المرحلة الأولى من المسابقة بصحبة أعضاء لجنة التحكيم الكرام الذين نكل لهم كل التقدير والاحترام. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد عيسى المعصراوي شيخ عموم المقارئ المصرية سابقا، حياكم الله فضيلة الشيخ. حياك الله. فضيلة الشيخ عبد الرشيد صوفي محكم دولي معتمد في العديد من المسابقات القرآنية ومتخصص في علم القراءات، حياكم الله فضيلة الشيخ. مرحبا الشيخ. فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور كمال قدة محكم دولي معتمد في العديد من المسابقات القرآنية وأستاذ التجويد والقراءات، حياكم الله شيخ. حياكم الله. فضيلة الشيخ محمود العكاوي شيخ قراء بيروت والمتخصص في علم القراءات، حياكم الله شيخ. مرحبا بكم. وفضيلة الشيخ يوسف عشير المحكم القرآني وأستاذ العلوم الإسلامية، حياكم الله. حياك الله سيدنا، مرحبا. ويتنافس معنا اليوم أصدقائي كل من محمد عرفان حسنان من ماليزيا وعبد الله برهان من الولايات المتحدة الأمريكية ومحمد إحسان رمضان من إندونيسيا. وأولى المشاركات اليوم ستكون مع المتسابق محمد عرفان حسنان. إلى التقرير. اسمي محمد عرفان زكي، عمري 13 سنة، أنا من ولاية كلينتان ماليزيا. هوايتي هي لعب كرة القدم مع أصدقائي. قبل المجيء إلى قطر تدربت كثيرا على تلاوة القرآن وتجويده وعلى حسن نطق الفصحى. بدأت قراءة القرآن منذ سن 3 سنوات. آمل أن أعطي مثلا جيدا لأبناء بلدي وأن أفوز في المسابقة. أما عن المستقبل فأريد أن أكون قارئا ومعلما أيضا. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين
إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأمانة وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. صدق الله العظيم. أحسنت يا محمد وبارك الله فيك. وكما جرت العادة أصدقائي أتوجه بالسؤال إلى فضيلة الشيخ أحمد المعصراوي، كيف تجد قراءة محمد؟ قراءة طيبة، لكن هناك عليه بعض الملاحظات سأشير إليها حتى ينتبه إليها ومن يشاهد أو يستمع. قد أفلح المؤمنون، هكذا تكون النون الوقف على النون، هكذا المؤمنون كما قلت في بقية الآيات، إلا راعون كذلك قلت راعون، النون لم يظهر لها أثر، والوارثون عندما نقف المؤمنون تكون النون الوارثون، إنما المؤمنون الوارثون راعون، هكذا تكون مخفاة تماما. الذين هم في صلاتهم لا تركن على الميم، لأن هنا الميم الميم مع الفاء إظهار شفوي أشد إظهار، هم في صلاتهم لا تركن، لكن بحكم التجويد التنغيم اللي بتقرأ به بيدفعك لهذا. كذلك أو ما ملكت أيمانهم فإنهم، ما ينفعش تقف تفهمني يا لا يفهم، ما عدا ذلك قراءة طيبة جيدة. فتح الله عليك يا محمد، كلنا معنى قول الله تعالى الفردوس، أعلى الجنان وأوسطها وأفضلها. ما شاء الله عليك يا محمد، أحسنت يا محمد، شكرا وبارك الله فيك فضيلة الشيخ أحمد المعصراوي. أما المتسابق الثاني لهذا اليوم فسيكون عبد الله برهان، إلى التقرير. اسمي عبد الله برهان علي، عمري 12 سنة، أنا من الولايات المتحدة الأمريكية. أحب لعب كرة السلة وكرة القدم وكرة المضرب. بدأت قراءة القرآن منذ سن 5. تدربت على التلاوة قبل المجيء وتصحيح أخطائي. أريد أن أصبح قارئاً في المستقبل. تيجان النور.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. ذرية بعضها من بعض. والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف فلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. صدق الله العظيم.
بوركت يا عبد الله. أتوجه بالسؤال إلى فضيلة الشيخ محمود عكاوي، تعليقك على قراءته. ابننا عبد الله يملك خامة صوتية طيبة فيها صفاء ونقاء، يحتاج إلى أن يثقل هذا الجمال ويزيد على هذا الجمال جمالا في تحسين الأحكام وضبطها. يعني خلال هذا خلال سماع الصوت ما شاء الله طيب جدا، يحتاج إلى كذلك التدريب على التنقل بين الطبقات أفضل مما قرأ، ولكن يملك خامة صوتية كما قلت طيبة. بالنسبة لأحكام التجويد لابد أن ينتبه إلى الشفتين حال النطق بالحرف، يعني هناك بعض الكلمات كور الشفتين عندها، مثل إن الله اصطفى، وكذلك عمرا كور الشفتين، مريم مريم. الغنى كانت ناقصة، الإخفاء لم يكن عند الحرف، الإخفاء الغنى عند الحرف كالأنثى وما شاكل هذه الكلمات. كذلك وأنبتها، أنبتها إذا كان يقرأ بالفرجة فهو يأتي بمكان الإخفاء عند مخرج الفاء، أنبتها يجعل أسفل الشفة بطن الشفة السفلى عند مقدمة الأسنان أو الثنايا العليا، وهذا خطأ في التجويد. فتح الله له، أتمنى يعني من المرافق أو من المعلم الذي يستمع إلى هذه الملاحظات أن يأخذها بعين الاعتبار. وما معنى قول الله تعالى أعيذها بك؟ أجيرها بحفظك وأحصنها بك. فتح الله لك. جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ محمود عكاوي. المتسابق الأخير أصدقائي لهذا اليوم هو محمد إحسان رمضان. إلى التقرير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد إحسان رمضان، عمري 11 سنة، وأنا من إندونيسيا. أحب القراءة والكتابة واللعب أيضا. بدأت قراءة القرآن الكريم منذ سن مبكرة عندما كان عمري 3 سنوات. في المستقبل أتمنى أن أكون حافظاً للقرآن الكريم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا
رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن وما يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن قراءة طيبة يا محمد، جزاك الله خيرا. وأتجه بالحديث إلى فضيلة الشيخ يوسف عاشير، ما هو تعليقك على قراءة محمد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. وبعد يعني أن من حفظ الله سبحانه وتعالى لهذا القرآن أن قيض له أقواما فحفظ أصله وحفظ هيئته، ولذلك ترى أن المشايخ يسندون القراءة بهيئتها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا من الإعجاز. وقد يتقن الهيئة والقراءة من لا يحسن العربية أصلا، وأنا أعرف أن الكلام الذي يقول وليقول المشايخ كثير من أبنائنا اللي يجلسون على هذا الكرسي لا يفهمونه. وأنا حقيقة ما عندي شيء غير أني أقول نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك فيه وأن يحفظ عليه صوته وأن ينفع به وأن يثبته، لأن كثير من يبدأ الطريق هذا يعني لا يبذل الأسباب التي يعين الله سبحانه وتعالى فيها على الثبات. فنسأل الله أن يوفقنا وإياه إلى بذل أسباب ذلكم الثبات. ما معنى قوله تعالى الروح؟ الروح وجبريل عليه السلام. أحسنت، بارك الله فيك، جزاك الله خيرا فضيلة الشيخ يوسف عاشير، وجزى الله المتسابقين خير الجزاء على تلك التلاوات العطرة. والآن نتوقف مع فقرتنا اليومية، وهي فقرة مكارم الأخلاق أصدقائي، التي يصاحبنا فيها فضيلة الشيخ فالح الهاجري. واليوم سيحدثنا فضيلة الشيخ عن الستر الذي حثنا عليه رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، حيث قال: من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أحبتي في الله، سنتكلم في هذا اليوم عن ستر عورات المسلمين. ينبغي للمسلم ألا يشارك في الفضائح مثلا التي تحصل، أو على الأمور التي تحصل للإنسان، أو يشارك مثلا في إرسال الرسائل أن هذا حصل له كذا، أو هذه المرأة حصل لها كذا. فلا ينبغي المسلم أن يشارك في هذه الأمور، بل إنه مطلوب منه أن يستر على أخيه المسلم. قال سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فالله عز وجل توعد بالعذاب الأليم لمن شارك في هذه الأمور، ولمن فضح مثلا أي إنسان مسلم أو غير مسلم. فلا ينبغي المسلم أن يشارك في هذه الأمور، لأن الله عز وجل قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، أن تنتشر الرذيلة وتنتشر هذه الأمور بين المسلمين. فالله عز وجل شدد على هذا الأمر، قال: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة، فقط يحبون، فما بالكم في الذين قالوا وعملوا. هذا إنسان فقط يحب أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. ومن فضح كذلك مسلما في الدنيا فضحه الله عز وجل في الدنيا والآخرة. لذلك إذا أراد الإنسان الستر فعليه أن يستر على أعراض المسلمين. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خصلة حميدة يجب على كل مسلم ومسلمة أن يمارسها في حياتنا اليومية. نعود الآن إلى أجواء المسابقة لنتعرف على النتائج التي حصل عليها المتسابقون أصدقائي في هذه الحلقة. بسم الله الرحمن الرحيم، نستعرض النتائج. البداية مع محمد عرفان حسنان، أحكام التجويد 44.8، جمال الصوت 16، التنقل بين الطبقات 16، المفردات القرآنية 10 درجات. إذن مجموع محمد هنا 86.8. عبد الله برهان، أحكام التجويد 44.6، جمال الصوت 16.2، التنقل بين الطبقات 16، المفردات القرآنية 10 درجات. مجموع عبد الله 86.8، والمتنافس الثالث محمد إحسان رمضان، أحكام التجويد 46.4، جمال الصوت 18.8، التنقل بين الطبقات 18.8، المفردات القرآنية 10 درجات. ومجموع محمد هنا الكلي 94 درجة. نتمنى لكل من شاركنا التوفيق في المراحل القادمة بإذن الله تعالى. الأوقات الجميلة أصدقائي دائما تمر بسرعة، ولكن هذا لا يعني أننا لن نلتقي، بل بإذن الله تعالى سيتجدد اللقاء بكم غدا إن شاء الله في نفس الزمان والمكان. فحتى ذلك الحين أستودعكم الله وفي رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. للاستمتاع بالمزيد من برامج تلفزيون جيم الشيقة، اشتركوا الآن.